وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي. دكتور كريم، بعد التحية، الرئيس السيسي استقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير وأكد خلال اللقاء أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ضوء طبعا تنفيذ العديد من المشروعات القومية. في أي إطار يمكن أن تضع هذه العلاقات؟ يعني طبعا بالفعل علاقات راسخه وقويه بين الدولتين. فرنسا شريك تجاري وشريك اقتصادي هام جدا للدوله المصريه طبعا، وده ظاهر من يعني الاستثمارات او حتى الشركات الفرنسيه التي لديها فروع في مصر. احنا بنتكلم تقريبا على اكثر من 165 شركه فرنسيه بتعمل في مجالات صناعيه هامه وحساسه، كمان بالاضافه الى يعني الاستثمار في مجال الخدمات الماليه والقطاع المصرفي، وايضا حتى يعني يمكن ان فرنسا من الشركاء ليس فقط يعني ليس فقط شريك في المجال الصناعي والتكنولوجي، كمان ايضا حتى في مجال النقل. طبعا يعني الشركات المصريه لها باع كبير جدا في مجال النقل، خاصه تتعاون في مصر في مجال مصر الانفاق، وكمان هي من الدول اللي هي مانح جيد للدوله المصريه وتقدم دائما دعم سواء فني او دعم مالي، بالاضافه على ان طبعا يعني ان معدل نمو التجاره بين مصر وبين فرنسا يعني بيشاهد في الفتره الاخيره زياده مستمره. يمكن احنا في عام 2021 بنتكلم تقريبا على 2.5 مليار دولار زياده في 2.5 مليار دولار حجم التجاره بين مصر وفرنسا، بزياده او معدل نمو يمكن يقترب من 15% عن الاعوام السابقه. وبالتالي طبعا يعني دائما بيتم الاشاره على ان فرنسا هي شريك اقتصادي وتجاري هام جدا للدوله المصريه. الدكتور كريم، يعني مصر بالفعل بترتبط مع فرنسا بالعديد من المشروعات في قطاعات النقل وتصنيع السيارات الكهربائية، أيضا البنية التحتية، الذكاء الاصطناعي. برأي حضرتك المجالات الجديدة والمشروعات الجديدة التي يمكن أن تضاف إلى هذه القائمة؟ يعني طبعا نحن نتجه وبشدة إلى قطاع الخدمات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. طبعا يعني إحنا مصر بحكم إن إحنا بنشير إليها دائما إنها دولة واقتصاد صاعد، وبالتالي الدولة الاقتصادات الصاعدة بتبتدي تتجه بشكل تدريجي الى الخدمات وقطاع الخدمات، لان بنقول عليه بيقدم اكبر قيمه مضافه ممكنه الى الاقتصاد القومي. كمان في مجال الطاقه والتعاون في مجال الطاقه والهيدروجين الاخضر، دي ايضا مجالات يعني من المجالات اللي الجانب اللي الدول الاوروبيه بالكامل وايضا حتى الجانب الفرنسي بتهتم جدا انها تستثمر فيها تستثمر في الدوله المصريه في هذا القطاع الهام. بالاضافه الى طبعا يعني مجال صناعه السيارات، طبعا يمكن كان في اكثر من شركه فرنسيه كبرى تريد ان تفتح لها مصانع سيارات كهربائيه في مصر او تبحث وتتشاور في مجال فتح مجال سيارات كهربائيه في مصر، خاصه طبعا ان يعني العالم اتجه الان نحو السيارات الكهربائيه، وخلال بضع سنوات سوف تصبح السيارات التي تعمل بالمحروقات يمكن يعني قديمه وملوثه للبيئه، وبالتالي يعني في اكثر من مجال واكثر من قطاع يمكن بيتم التداول فيه والتشاور من